السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير عبر القناة السعودية الأولى. نرحب بكم في الوسط الرياضي، ساعة كاملة بإذن الله راح نقضيها معكم الحديث عن الكرة السعودية والخليجية. متابعين الكرام، ضيوفنا في هذه الحلقة من الإعلام الرياضي للحديث عن عدد من المحاور راح نتطرق لها بإذن الله في هذه الحلقة. بداية طارق بن طالب، حياك الله طارق. مساك الله بالخير، وأنا سعيد أنك استضفتني في برنامجك لأول مرة. حياك. وأنتم القناة ما شاء الله بديتوا سبقتوا البرامج الأخرى في القنوات الأخرى. بداية الموسم عندنا مبكرين شوي. أيوه، حارين شكلكم. لا ما شاء الله، الوسط الرياضي مهما تكلمت فيه يعني ما في فترة توقف يعتبر. أيضا نرحب بالإعلامي الرياضي الآخر عبد الكريم الحمد. حياك عبد الكريم. الله يحييك أبو سلطان، يشرفني حقيقة التواجد معك وبرفقة الأخ طارق والأخ ماجد. أيضا متابعين الكرام، من الكويت معنا الإعلامي الرياضي رئيس تحرير الرياضية الكويتية ماجد المهندي. حياك الله ماجد. حياك الله أبو سلطان، أرحب فيك وأرحب الأستاذ القدير طارق طالب والزميل القدير أيضا عبد الكريم الحمد، شاكلك على الاستضافة. حياكم الله جميع المتابعين الكرام. الجميع تابع خلال الأيام الماضية عدد من القرارات الرياضية. بداية محورنا الأول حديث عن تأجيل بطولة خليجي 23 المقامة في الكويت. ماجد المهندي معنا أيضا الحديث عن هذا القرار. ماجد، قرار التأجيل كان محبط للشارع الرياضي خصوصا في دولة الكويت. مثل ما أشرت، نعم، قرار عدم استضافة أو تأجيل كأس الخليج قرار محبط وقرار محزن وقرار مخجل بنفس الوقت للأوساط الرياضية الكويتية. للأمانة لا يخفى على الكثير النكسات والإخفاقات التي تمر بها الكرة الكويتية من عام 2007. الإخفاقات العلنية ولا ما قبلها كان فيه إخفاقات، ولكن كان على ما قولت المثل البدوي أو البدوي طابق مستور، ولكن بدأت تظهر للعلن وعلى عينك يا تاجر منذ 2007، ولم يستطع أي شخص أن يتدخل أو أن يرأب الصداع اللي صاير بين الأطراف المتنازعة رياضيا في الكويت. ما حدث اليوم لا شأن له، لا بالخلاف ولا شأن له بما حدث اليوم أو ما حدث بالأمس من قرار أمناء مجلس التعاون بالتأجيل، هو إخفاق وفضيحة وعار على الكرة الكويتية ممثلة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأخص الاتحاد الكويتي لكرة القدم لأنه هو المسؤول، بسبب أن الحكومة كل ما قاله في المؤتمر الصحفي أمس كان سدى، كان ذهب أدراج الرياح. ظهرت الحكومة اليوم ممثلة بأعلى مستوياتها بالهيئة العامة والشباب الرياضة بالمدراء جاسم الهويدي وأحمد الخزعل، مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام. نفت ما تحدث عن الاتحاد وقالت بأن الملاعب جاهزة لكأس الخليج وأن الميزانية صرفت، ولكن قرار التأجيل كان قرار فردي من اتحاد الكرة الكويتية، وتوعدت الحكومة اليوم بمحاسبة الاتحاد على هذا التصرف. جميل، واضح أنه في محاسبة، مثل ما قلت جلب عار وجلب فضيحة للكرة الكويتية. نعم، أيضا يعني بما أنه في محاسبة هذا شيء جيد طبعا، لكن أبغى ردة فعل الشارع الرياضي ماجد في الكويت. قلت لك يا أخ طارق، الكل المتعاطفين حتى المتعاطفين مع الشيخ طلال الفهد صمتوا صمت رهيب اليوم، حتى وسائل الإعلام المحسوبة على الشيخ طلال الفهد أو المحسوبة على الاتحاد الكويتي لكرة القدم لم تستطع أن نطق ولو بحرف واحد، لأن القرار كان للأمانة صادم ومخجل، لأن ما حد وقف مع القرار. هم لما يقول المنشآت غير جاهزة، سبب التأجيل المنشآت غير جاهزة، الحكومة نفت خلال 24 ساعة، يعني ما انطرت يومين أو ثلاثة أو سربت تسريبات أو كانت اجتهادات خبرية أو صحفية من هنا وهناك. لا، مدير العام الهيئة الشباب الرياضة، المدراء، جميع المدراء والوكلاء المساعدين ظهروا أمام وسائل الإعلام اليوم، جميع وسائل الإعلام، ودعوهم في مؤتمر صحفي وبكتب رسمية. جميل. يعني ما هي سالفة يعني اجتهاد أو إن خلاف أو إن يعني نشاط أو تسريب، مؤتمر صحفي قالت أن الملاعب جاهزة وأن التعهدات موجودة لاستضافة كأس الخليج القادمة وأن الميزانية ماجد صرفت، ولكن لا نعلم ما هو سبب القرار. الشيء الثاني أخوي أبناقش مع الإخوان معك، يعني اسمح لي. تفضل ماجد، تفضل. أكمل أبو سلطان. تفضل ماجد.
لا انا بسال بس يعني استاذ طارق استاذ ابكي يعني اساتذه اكفاء ويعلمون ما هي خفايا ومنامج التعاون. للامانه اخفق واخفاق اخر يسجل لتنظيميه المنظمه او امانه السر في كاس الخليج باجتماعهم امس، يعني هذا كيل بمكيالين عندما تسحب البطوله من العراق بسبب عدم جاهزيه الملاعب، وعند الكويت تؤجل، هذا فيه كيل بمكيالين، هذا فيه عدم احترافيه وعدم يعني احترام الميثاق الخليجي. نعم الكويت حالها كسائر الدول عجزت عن التنظيم تؤجل الى دوله اخرى على طول، ولا اني ادمر المنتخبات وادمر البرامج وادمر الرزنامه اللي راح يتاثر منها اغلب دول الخليج بالمسابقات، عندنا اولمبيات، عندنا تصفيات كاس العالم، عندنا تصفيات كاس اسيا، عندنا امور، عندنا انديه مشاركه بابطال اسيا وكاس الاتحاد الاسيوي، الناس مو فاضيه كل شوي تاجل لها. نعم أجلت، الكويت غير جاهزة، هناك قرار آخر المعمول به أسوة باليمن أسوة بالعراق سابقا، على طول تنقل إلى الدول المجاورة إلى الدولة اللي تليها في الدور. يعني هذا اللي عرفناه، هذا عدم احترافية وكيل بمكيالين في عمل اللجنة سواء أي كان المنتخب أو أي كانت الدولة المنظمة، ما في محاباة، نحن دول من التعاون، ولا أني أظلم عقود مدربين وعقود واحتراف ولجان وتوقيع عقود ومسابقات والتزامات وملايين تصرف. أنا أعتقد هذه النقطة إلا إذا كان هناك أمور أمنية لا نفهمها يعني كخليجيين، يعني هي اللي طلبت التأجيل أو إن هي الشيء اللي يدور خلف الكواليس. نعم. بتأجيل البطولة أعتقد أن هناك هذا تساءل منه لجنة منظمة. وأنا اليوم لفت انتباهي تغريدة الأخ محمد نويصر نائب رئيس الاتحاد السعودي عندما تحدث عن الاتحاد الكويتي، نعم لك الحق لكن أنت نائب رئيس الاتحاد السعودي من المفترض أن تسأل أحمد الخميس وتلوم أحمد الخميس لماذا صوت على هذا قرار التأجيل، لأنه هو ممثلك في الاتحاد السعودي، هو ممثلك في أمانة سر مجلس التعاون. نعم. أو اللجنة التنظيمية. نعم. فلذلك لازم الجمهور يعرف الحقيقة كاملة. طيب ماجد خلينا نأخذ رأي ضيوفنا أيضا. طارق رحب فيك. يعني الجميع اتفق على موضوع التأجيل، ذكر نقطة مهمة ماجد أنه أنت سحبت البطولة من العراق ورفضت أنها تقام في العراق بسبب أنه غير جاهزة وإلى آخره، وكانت الحديث عن المنشآت لم يتحدث عن الأمور الأمنية في الشيء هذا. التصويت الجميع بالتأجيل، أنت مع أو ضد؟ خليني أبدأ من حيث بدأ الأستاذ ماجد. طبعا أهل الكويت أهل مكة أدرى بشعابها، لكن واضح جدا من قراءتنا للأحداث أن هناك صراع أو تنازع بين الهيئة العامة للرياضة والشباب. صحيح. وبين اتحاد كرة القدم، وهذا لأسباب سياسية، والآن بدأت تنكشف الأمور. احنا من مدة وحنا نرى هذا على أرض الواقع. اللي صار أستاذ جابر عارفين أنه جاهز من سنتين بس بعض التحسينات، وتم منح الكويت حق تنظيم البطولة بعد سحبها من العراق لأسباب أمنية. طيب احنا الان انا اتوافق مع الاخ ماجد، الان قبل 4 شهور تؤجل المباراه او تؤجل البطوله الى بعد سنه واربع شهور، ما دوركم؟ يعني انا اقول بطوله الخليج تحتضر، ومن قتلها هم امانه اتحاد كره امانه ومن أسر الاتحادات الخليجية. صحيح يعني أنت تستغرب من العراق قلنا وأن في خوف أمني وحذر أمني، لكن قبل إسنادها الكويت يجب أن تعطي موافقة الكويت، موافقة نهائية. موضوع التأجيل خلب برضه حتى في الرزنامة الدوري الآن، يعني في توقف تقريبا 22 يوم في الدوري السعودي. أيه. والآن إيش اللي بيصير؟ الله أعلم. تخبط واضح في امانه او الجهه المسؤوله. احنا الان صار عندنا جهتين، مجلس التعاون وامانه اتحاد كره دول الخليج، تخبط كبير في اللجنه، وكان الامور تؤخذ عاديه. واحنا ينقصنا في المنطقه العرب بشكل عام الرؤيه، وينقصنا الشفافيه. يعني من حملها بما نحملها الكويت او اللجان اللي عملت على ترشيح الكويت لهالبطولة؟ انا اقول في المقام الاول، انا طبعا الجهتين تحمل المسؤولية. في المقام الاول كان يجب اسناد البطولة للدولة الجاهزة اللي تعطي موافقة نهائية. جميل. وهذا ما اعطي الكويت على كان موافقة مبدئية ان الكويت تستضيف البطولة. هذا الكلام حصل في شهر فبراير قبل 6 شهور من الان.
الآن بعد وهم في الاجتماع وافقون على طول انتهى الموضوع وأجل بطولة السنة. أنت قلت في رزنامات في 6 دول خليجية أو 7 دول خليجية عندها دوريات وبعضها مشاركين في بطولات آسيا. يعني هذه خليت بالرزنامة، أنت ضريت بالكرة في كل المنطقة. الآن في 22 يوم أو الشهر اللي راح توقف فيه الدوري السعودي، الآن هل لجنة المسابقات ستعيد برمجة الموسم أو هي لا ليت على يوم ويومين؟ ما هي بيوم ويومين، هي 3 أسابيع أو 24 تقريبا يوم. 22 يوم هي المحسوبة فترة التوقف. عبد الكريم، يعني الكثير كان يطالب بإلغاء بطولة الخليج، اليوم تتأجل سنة كاملة بطولة الخليج علشان أحد الدول ليست جاهزة أو عندها صراعات داخلية. أنت مع اللي يطالبون فعلا بهالإلغاء أم أنه لا تواجدها جدا مهم، ولكن اللي مو قادر من البداية لا يربط نفسه يربط مع الدول الأخرى، معه في ارتباطات في أموال في مبالغ في أشياء كثيرة راح تخسر البطولة. الجميل في الأمر يا أبو سلطان، ربما الضجة لم تتعدى غرف لجان الاتحاد أو الاتحادات الخليجية، أما بالنسبة للوسط الرياضي كجماهير ما حد درى عنهم حقيقة. البطولة ماتت دماغيا من سنوات. البطولة الآن تعتبر في نظر الوسط الرياضي الخليجي بشكل كامل تعتبر بطولة ودية لا أكثر ولا أقل، ولا يحرصون، وأنا أجزم لك نص الوسط الرياضي ما يدري هي تأجلت ولا لا بصراحة. هو مجرد تمسك بإرث رياضي، وربما طبعا له أحداث سياسية نحترمها حقيقة. نرجع الموضوع، ذكرني بالتساؤل اللي ذكرته يا أبو سلطان. إلغاءها، يعني أنت مع هالإلغاء هذا؟ والله وأنا أخوك، شوف الكويت ربما من زمان لم تكن مهيئة حقيقة لاستضافة مثل هذا الحدث. أنا لست غريب عن الكويت، أنا أعتبر نفسي كويتي حقيقة، كلنا شعب واحد، ولكن البنية التحتية تعاني منها دولة الكويت من زمان حقيقة. وأنا طبعا اللي يشوف الدوري الكويتي حقيقة ويشوف الملاعب اللي تقام عليها يقام عليها الدوري الكويتي، إضاءة غير كافية من سنوات حنا نشوف الشيء هذا. الحدث هذا ربما من قراءة شخصية حقيقة، تعمد ربما بعض الأطراف في 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 ورأى أن أرض خصبة حقيقة لتصفية الحسابات ما بين الاتحاد الكويتي والحكومة الكويتية. نحن نعلم جميعا أن الاتحاد الكويتي من سنوات هي ممثلة بهيئة الرياضة الكويتية. نعم الاتحاد الكويتي ربما نعلم من سنوات، طبعا احنا نشوف الشيء هذا، يطالب بدعم للاتحاد الكويتي والألعاب الرياضية. ربما رأى الأخوة هناك أنها ربما تسبب حرج للحكومة الكويتية، أنه حدث خليجي حقيقة ربما يضر بالموضوع هذا. الآن بحسب الترتيب أو بحسب ترتيب الدول اللي يستحق ترتيب تنظيم البطولة هذه بعد الكويت هي دولة قطر. أنا أستغرب حقيقة تأجيل البطولة سنة كاملة حتى تجهز الملاعب. الملاعب يقول لك إلى 2017 ربما يسلم استاد الامير يسلم استاد الشيخ جابر. هيئه الشباب والرياضه ولا قبل كلامك اليوم بتصريحهم من في شهر اكتوبر راح يسلم يكون جاهز استاد جابر 2017. لا السنه هذه. طبعا هذه تصريحات اعتقد انه صرح فيها الفهد، وهو اليوم كان عنده مؤتمر صحفي يوضحوا فيه الجميع من الامور، لكن زي ما تفضلت يبدو انه في صراع داخلي حقيقه بين الطرفين، بين رئيس الاتحاد وهيئه الرياضه والشباب. لكن نرجع اللي تسببت فيها الاشكاليات، والدليل انه المؤتمر الصحفي، وصراحه حيهم على انه وضحوا هالامور هذه كلها في المؤتمر الصحفي. نعم انا ارجع ايضا للاتحاد السعودي هنا حقيقه. التاجيل هذا يترتب عليه خلل في رزنامة المسابقات والمباريات في الدوري السعودي، أنا أتكلم بواقع أني متعايش في الوسط الرياضي عندنا السعودي، راح يسبب خلل كبير حقيقة، وهذا حرج للأندية، والأندية طبيعي لا ترضى بأي أي أي تأجيلات أو أيضا الاتحاد السعودي ولجنة المسابقات رتبت وضعها على أساس أنها تمشي في رزنامة معينة. الآن أصبح الخلل أو الشر يعم على قولتهم يعني. فأنا أتمنى من الاتحاد السعودي أيضا كشأن داخلي ينظر لهذا الموضوع بجدية كاملة، أنه يلعب بلاعبين صف ثاني وينسى موضوع أن المنتخب الأول يشارك مثل بهذه البطولات. أتمنى حقيقة أن هذا الموضوع أنه ما يأخذ صدى قوي بحيث أنه يحل الأمر بشكل سهل. ماجد بس ودي أنا يعني من المفارقات أن دورة الخليج أنشئت وساهمت في تطوير البنية التحتية والملاعب، ويأتي بعد
حوالي 45 سنة من بداية البطولة أن تؤجل بطولة الخليج بسبب البنية التحتية أنها ما هي جاهزة. فهذه طيب. فأنا أقول بطولة الخليج إكرام الميت دفنه. يعني طيب. واضح أنكم مؤيدين إلغاء البطولة أنتم. ما فيها أي جدوى فنية. يعني هي راح تزيد عليك الالتزامات. هي ذكرى حلوة، ذكريات حلوة يعني اللي هذه، لكن لا خلينا ذكرى. لكن الواقع أن بطولة الخليج آخر اهتمامات دول المنطقة. جميل. يعني في بطولة الخليج الماضية ظهر من يطالب بوجود أولمبيات لهذه البطولة عموما. ماجد، بوجهة نظرك أنت الشخصية وإعلامي كويتي وقريب من الوسط الرياضي في الكويت ومتابع دقيق له، الكويت قادرة على استضافة البطولة في قبل قرار التأجيل؟ نعم قادرة، والكويت مليئة بالكوادر ومليئة بالمنشآت. المنشأة البحرين أقيمت فيها دولة كأس الخليج قبل الماضية، كأس الخليج أقيمت ملعبين جاهزين، فنادق عندنا فنادق. نحن استضفنا في يوم من الأيام 52 دولة إسلامية أخوي بسلطان. الكوادر موجودة، ولكن الصراع هو من قتل هذه الكوادر. الصراع المرير، الصراع اللي للأمانة راح ضحيته شباب رياضي ما لدم كوادر مبدعين من زماننا. إن حنا كشباب رياضي كوسط وكخبرات وكأكاديميين، الصراع التكتل والمعايير اللي أودى بحياة الكرة الكويتية إلى الهاوية. نعم نحن نستطيع استضافة، قاعد نستضيف بطولات آسيوية سلة ويد، وقاعد ننجح في التنظيم على أعلى مستوى. ولكن قلت لك أخوي صالح، القرار الفردي من الاتحاد أعتقد أنه قرار مستعجل. قرار ظهر اليوم، ظهرت الحكومة الكويتية بممثلينها الرسميين، يعني مهي، وأنا أعيد وأكرر، فندوا كل ما قاله الاتحاد. الاتحاد لم يقل إلا كلمة واحدة فقط، طلبنا التأجيل لعدم جاهزية المناشآت فقط لا غير. ظهرت الهيئة، أظهرت كتب رسمية أمام جميع وسائل الإعلام، ظهرت في ما ينافي ما تحدث عليه الاتحاد. هناك خلاف، يمكن كأس الخليج 16 اللي كانت في الكويت كانت فيها أحداث مالية وكانت فيها قضايا نيابة، أعتقد هي اللي كانت السبب في أن الهيئة تكون مشرفة ماليا على دورة كأس الخليج القادمة. الحرية للاتحاد، ولكن هناك لجان لمراقبة الصرف المالي ومراقبة البطولة على أكمل وجه. أعتقد الاتحاد كان رافض لهذه الفكرة وكان يبي التسيد بالقرار والانفراد، لدرجة حتى أن يعني قالوا للهيئة أعطيناك 5 ملايين دينار، وعندك سبونسرات وشركات رعاية وبيع وحقوق إعلان للبطولة، اصرف منها الفنادق والفنادق. فأعتقد كانت ردة الاتحاد غاضبة، كان قرار فردي رفض هذا التدخل. فلذلك أعيد وأكرر، يعني أبو الشيخ طلال الشهيد فهد الأحمد نظم بطولة شارك فيها 52 دولة إسلامية، ونحن نعلم قلة الإمكانيات في ذلك الوقت، ومع هذا استضاف 52 دولة إسلامية في بطولة الصداقة والسلام 89. إذا الشباب مو يعني مو شيبان اللي عندي طارق وعبد الكريم يتذكرون هذا الحدث جيد، ويتذكرون كأنه الساعة هذه. لكن للأسف كما قلت لك أخوي صالح، البطولة كأس الخليج يدفع ثمن الشباب، وأحمل أيضا أمانة مجلس التعاون اللي كانت سبب رئيسي في التأجيل بدل من تحويلها على قطر، وعدم يعني بهدل الدول الأخرى مع دولة الكويت. إذا صح ما هو خلف الكواليس من وجود هذه الصراعات، بكل تأكيد من الظلم أن تنحر هذه البطولة. كان معنا الإعلامي الكويتي رئيس التحرير الرياضي الكويتي ماجد المهندي، شكرا لك ماجد. أيضا هذا حديثنا بشكل موسع عن هذا القرار، ضيوفنا هم رافضين يعني مع إلغاء هذه البطولة، بالتأكيد ماجد مع هذه البطولة. محورنا القادم متابعين الكرام نتحدث فيه عن محور آخر مختلف، هو جمعية اللاعبين القدامى. قبل يومين أصدر قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية، في هذا القرار نتحدث مع الضيوف المتواجدين معنا هنا في الاستوديو. أبو طالب يعني تأخر كثيرا يعني اللي على ما قال ماجد، الشياب مثلي يتذكرون كانت أيام الله يرحمه الأمير فيصل بن فهد كان يقتطع ريال من التذاكر لصندوق اللاعبين. طبعا احنا ما ندري، الصندوق مغلق بالنسبه لنا، احنا ما ندري يعني في اشياء كثيره مغلقه يعني خفيه على الجميع اين مصير
كان ريال واحد احنا ندفع، او لنا حق الجماهير كنا ندفعها ريال لصندوق اللاعبين، ذهب هباء منثورا. مثل زين مثلا، فلوس زين ما حد راضي يعلمك وش صار فيها. فهذه من الاشياء اللي احنا قاعدين نعاني منها في الرياضه، غياب الشفافيه. لا نعلم مصير اي مشروع، نفرح بالمشروع نطلع فيه، لكن الان بعد اقرار الجمعيه، وعلى فكره سميت جمعيه حتى يحق لها قبول التبرعات. ممتاز. عرفت يعني بصفه رسميه، يعني في بصفه رسميه يحق لها قبول التبرعات حسب تعريف جمعيه رعايه في بعض الجمعيات الخيريه مغلقه، تكون خيريه فقط لا تقبل التبرعات. هذه جمعيه تقبل التبرعات والهبات من اعضائها. خطوه جميله. تاخرنا تاخر كثير، نحن يعني احنا بدال ما كان رياضيين خدموا البلد وخدموا المنتخب، احنا نشوفهم يتسولون او الناس تتسول لهم عن طريق البرامج الرياضيه وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. اضعف حقوقهم اللي هي العلاج والعيش بالحد الادنى من الكرامه الانسانيه غير موجود. احد يقول كانوا ياخذون فلوس، لا، هذول اللي كانوا في عهد قبل الاحتراف. فانا اعتقد انه تاخر كثيرا، والشكر لاصحاب الفكره، والشكر لمعالي وزير الشؤون الاجتماعيه باقراره لهالجمعيه. طيب الان الحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا مشوح الحوشام وكيل وزاره الشؤون الاجتماعيه للتنميه، حياك الله، رحب فيك معنا في الوسط الرياضي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حياك الله اخ العزيز. شكرا لك وعلى تجاوبك معنا في البرنامج. احنا نتحدث عن توجه الوزاره في التحول للتنميه بدلا من الرعويه، واحد ادواتها التوسع في تاسيس الجمعيات، كيف تحقق ذلك للاسر الرياضيه؟ اولا امسي عليك وعلى ضيوفك الكرام، واشكر التلفزيون السعودي على اتاحه الفرصه لإلقاء الضوء على ما تقوم به وزاره الشؤون الاجتماعيه من جهود بالاشراف والتصريح للجهات التطوعيه. الوزاره من خلال وكاله التنميه الاجتماعيه تقوم بالاشراف على النشاط التطوعي المتمثل بالجمعيات والمؤسسات الخيريه والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الاجتماعية. هو يبلغ عددها حوالي 1500 جمعية أو جهة من جمعية مؤسسات ولجان. وما دام حديثنا عن الجمعيات الخيرية، اسمح لي العزيز أن أوضح أن عدد الجمعيات الخيرية الآن تبلغ 679 جمعية، والوزارة حاليا تشجع على جمعيات متخصصة في مجالات محددة لخدمة فئات معينة، مما يساهم في تركيز الجهود في خدماتها. توجه الوزاره بتوجيه جديد وتوجيه مع الوزير هو التحول من الرعويه للتنميه، اي بمعنى ان تحويل المستفيدين من خدمات هذه الجمعيه من متلقين المساعدات النقديه الى اشخاص منتجين خلال تاهيلهم وتدريبهم وايجاد فرص عمل لهم او دعم مشاريع خاصه بهم يجعلهم يعتمدون بعد الله على انفسهم في تامين حياه كريمه باذن الله تعالى. نعم. مكتسبات المجتمع الرياضي مثل هذه الجمعيات اخوي مشوح؟ الجمعيات هي تعبر عن تكافؤ بشكل عام، يعني بين الفئات المحدده، والاكيد ان المجتمع الرياضي من خلال جمعيات رياضيه متخصصه يحقق التكافل والتعاون بين هذه الجمعيه، بين هذا المستفيدين باذن الله تعالى. طيب ايضا يعني عندنا سؤال مهم، يعني احنا مش في الرياضه مش بس لاعبين كره قدم، ايضا في العاب اخرى موجوده، هل هناك توجه لايضا انشاء جمعيه خاصه بهم او فكره مقاربه لهذه الجمعيه؟ نعم نعم نعم، يمكن للرياضيين باي مجال من الرياضات الاخرى تاسيس جمعيات متخصصه وتخدم هذا تخدم نوع من الرياضات الاخرى، والامور ميسره. يعني النظام عندنا في الوزاره هو 20 شخص اكثر يتقدمون بطلب تاسيس جمعيه متضمن اهداف الجمعيه والنظام الاساسي المقترح، والوزاره تصرح لها باذن الله تعالى. نعم، الفكره كانت يعني حسب ما تم تداول الاعلام انه يعني كان في اجتماع وزياره الكابتن ماجد عبد الله
الأمير عبد الرحمن عبد الله بن مساعد والتداول في هذه الفكرة، هل الفكرة كانت موجودة مسبقا أم هي مرشحة من رئاسة العامة لرعاية الشباب؟ نعم، كان هناك تفاهم بين سمو الرئيس العام لرعاية الشباب ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية حول هذه الفكرة. نعم، وصدرت موافقة معالي الوزير مؤخرة على تأسيس هذه الجمعية باسم جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، تضم بعضويتها عدد من اللاعبين القدامى ورؤساء أندية سابقين ورجال أعمال لهم علاقة بكرة القدم من خلال عضويتهم الشرفية لبعض الأندية، كذلك تضم مدربين وتضم وكلاء لاعبين مختصين مهتمين بالمجال الخيري. نعم، أخيرا أي أن جميع أعضاء يعني كل أعضاء لهم علاقة بكرة القدم، إن شاء الله نتنبأ ويساهم ذلك في نجاحها بإذن الله وتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها بإذن الله تعالى. نعم، أخيرا متى يبدأ العمل في هالجمعية؟ الآن صدرت الموافقة النهائية بين الوزارة باعتبار انعقاد الاجتماع التأسيسي، الاجتماع التأسيسي من خلال هذا الاجتماع يتم انتخاب أول مجلس إدارة للجمعية وتشكيل لجان العاملة وبالتالي تبدأ ممارسة مهامها بإذن الله تعالى. نعم، وبس أوضح نقطة بعد مهمة، المؤسسين الآن بحدود 35 شخص، بعد الاجتماع التأسيسي وانتخاب المجلس إدارة الفرصة متاحة لأي شخص يرغب بنظام العضوية في الجمعية، والحمد لله لقد صدى كبير والوزارة تلقت اتصالات بعض رجال الأعمال أبدوا استعدادهم التام لدعم هذه الجمعية في بعد ممارسة مهامها إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذا تسمح لنا مداخلة من الزميل عبد الكريم الحماد، تفضل بك. أخوي مشوح، السلام عليكم أول شيء. عليكم السلام، أهلا وسهلا طيب. أقول الله يحفظك، بالنسبة لمجلس إدارة الجمعية هل ربما نشاهد في أعضاء مجلس الإدارة لاعبين قدامى ربما يشاركون في تفعيل هذا الموضوع؟ نعم، مجلس الإدارة الأول زي ما قلت يتم انتخابه من المؤسسين، عددهم حوالي 35 شخص من ضمنهم لاعبين قدامى ورؤساء أندية ورجال أعمال. بعد انتخاب مجلس الإدارة يعني في الدورة القادمة بإذن الله ممكن ينضم أعضاء جدد وينتخبون مجلس إدارة جديد. النظام في الجمعيات الخيرية انتخاب يجتمعون المؤسسين وينتخبون الأعضاء المجلس الجديد. بالنسبة للدعم المادي هل راح يعتمد فقط على دعم الوزارة أو ربما في غالبية الدعم راح يعتمد على التبرعات الجمعية هذه؟ لا، هي الجمعيات الخيرية طبعا تعتمد على الله على المتبرعين، زي ما ذكر أخوي صار أنها تعتمد على جمع التبرعات بالإضافة إلى إعانة مقاسم الوزارة مثل أي جمعية. طيب، شكرا الأستاذ مشوح الحوشان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون التنمية، شكرا أخوي مشوح. شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم على الفرصة. يعطيكم العافية، جهد يعني يشكرون عليها الوزارة عبد الكريم، يعني صحيح. ان تصل متأخر خيرا من ان لا تصل احيانا، يعني الجميع كان ينتظر الخطوة هذه والحمد لله هي يعني هي كبداية، وخصوصا اذا كانت تحت مظلة وزارة يبدو أنه في عمل منظم لهالجزئية هذه، وهذا توجه جديد حقيقة أبو سلطان، وأنا أحيي حقيقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن فتحت الباب على مصراعيه بدخول جهات أخرى إلى الوسط الرياضي والدخول في مثل هذه المشاريع. هذه نقطة يصفق لها حقيقة للاتحاد الرئيس العام لرعاية الشباب أنه بدأ بخلق شيء جديد حقيقة في الموضوع هذا. أنا أتمنى أنه يعني بديت يعني سمعت انه 35 المؤسسين اعضاء المؤسسين منهم رؤساء أندية او لاعبين، انا اتمنى انه نترك الفرصه للاعبين اللاعبين القدامى هم اللي يسيطرون على الجمعيه. احيانا تحتاج دعم لوجستي، بس يعني ما نبغى سيطره تصير لا نقول تنحى بمجال اخر يعني. لا ان شاء الله هو الهدف الرئيسي صحيح. هو جمعيه خيريه ونرجو انه اللي بيتصدر المجلس انه يحك جيبه شوي يدفع لل هذا المفترض. نعم، هذا المفترض. جميل، عموما خطوه يشكرون عليها. متابعينا الكرام، محورين انتهينا منهم، المحور القادم كأس السوبر في هذا التقرير. حينما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مباراة السوبر بين فريقي الهلال والنصر في لندن تقافزت أصوات كثيرة ترى أن في الأمر تعد على حقوق الجماهير السعودية وعدم احترامها،
ويبدو أن القضية قد أخذت منحى آخر، وحينما تداخل كتاب ومثقفون ليرون أن في الأمر ما هو أشد، والمعلومة الأهم أنه من الممكن أن يتخلى الاتحاد المحلي عن مباراة السوبر ويلغيها من جدولته. والاتحاد السعودي لم يعتمدها إلا من 3 مواسم، والهدف منها محليا ودوليا هو لأجل الربح المادي ولا شيء أكثر من ذلك. ففي كل بلد يتقابل بطل الكأس الرسمية وبطل الدوري لأجل ذلك كمباراة افتتاحية لأجل جذب الجماهير وشدها إلى المدرجات من بداية الموسم، غير ما يسفر مثل ذلك عن مداخل مالية أكبر. ولنا في عملية التسويق والجذب ما نحى إليه الاتحاد الأوروبي حينما ابتدع مباراة سوبر بين بطل أبطال أوروبا وبين بطل الدوري الأوروبي. وللتذكير فإن باريس سان جيرمان لوليون قد لعب قبل أيام كأس السوبر الفرنسي في كندا. نعود إلى ما بدأنا به لنشير إلى أن الحملة القائمة على مباراة لندن لا نجد مبررا لها، سوى أن بعضنا ما زال غارقا في المحلية حتى أنه يخجل أن يخشى أن يرى الآخرون منافسته خجلا وتواريا. ومثل ذلك هو ما جعلنا متأخرين كثيرا، لأننا قد أهملنا التسويق الإيجابي للاعبينا وفرقنا إلى درجة أننا أصبحنا محليين وبالعلامة الكاملة. علينا أن ننفتح أكثر على كرة القدم في العالم، ولا بأس أن عملنا على تأهيل لاعبينا لأجل تسويقهم لكي يحضروا أوروبيا أو حتى أسيويا. ويكفينا بؤسا أننا حينما كنا ضمن الصف الأول أسيويا وخلال مشاركتنا في نهائيات كأس العالم لم يكن من بين لاعبينا من هو محترف خارجيا، وكان هذا أحد أهم أسباب تراجعنا وسبب لارتقاء كوريا واليابان وأستراليا وغيرها التي دعمت لاعبيها وأهلتهم ليحضروا خارجيا، فكانوا من أهم أسباب استمرارها على الصدارة. المهم في القول، ليس هناك ما يعيب أو يخل بكرتنا وحتى بجماهيرنا حينما يقام لقاء السوبر في لندن، لأن في الأمر تسويق مالي ومعنوي وعناصري، وعلينا أن نتخلى عن بعض العبارات القاسية كالفقراء والأغنياء والمتكسبون والمستفيدون، لأنها تخالف الواقع الحقيقي الذي تحتاجه كرة السعودية التي تعيش الآن أخطر فصول تراجعها النتائجي على مستوى القارة والخليج. أهلا بكم متابعينا الكرام، هذا تقرير السوبر اللندني كما يحلو الجميع أن يسميه. حياكم الله طارق بن طالب، أيضا عبد الكريم الحمد. دائما النهائيات جميلة، أحيانا لما تكون بعيدة عنك ممكن تكون مزعجة أحيانا. يعني خلنا نجرب شيء جديد يعني مع هالخطوة الحقيقة بفارس؟ طبعا كل تأكيد مع هالخطوة، لأن يعني فيها جرأة في التفكير، فيها تفكير خارج الصندوق، فيها فلوس، وهذا أهم شيء. يعني الأندية النصر والهلال واتحاد كرة القدم، خلنا نتكلم عن النصر والهلال. النصر والهلال أنا ذكرتها سابقا بحسبة بسيطة، المبالغ اللي راح يجونها من هالمباراة لكل نادي تساوي دخل الأندية في المباريات اللي لعبوها على أرضهم طوال الموسم السابق. إعلانات ولا حضور جماهيري؟ حضور، لا الجماهيري. الحضور الجماهيري 19,000 ترى ساعة الملعب ولا؟ لا نتكلم فلوس. الفلوس لهم كل اللي أعرفه أنا 5 مليون كل نادي، 5 مليون ريال كل نادي، وخمسة مليون لاتحاد كرة القدم، و3,750,000 أظنها للوسيط. أيوة. الخمسة مليون دخل النادي الواحد في الخمسة مليون توازي دخل مباريات اللي لعبها الهلال أو النصر على أرضه في الموسم الماضي في الدوري السعودي من خلال الحضور الجماهيري. فلوس الحضور الجماهيري طبعا، أتكلم الحضور الجماهيري، دخل المباراة، أنت تتكلم على دخل مباراة تجي 5 مليون، ودخل 13 مباراة يجي 5 مليون. صحيح. فهذه خطوة جيدة، خصوصا الناديين ماسكين في أوروبا وراح يلعبون المباراة في أوروبا، وراح يكون فيها اهتمام يعني إعلامي كبير أكبر. من مين يعني؟ من مين؟ من تتوقع أنه بيتابع المباراة؟ طبعا شوف مباراة، لا تقول اهتمام إعلامي، مثل مين يعني؟ مباراة النصر والهلال في أي أرض أقيمت سيهتم فيها المنطقة الآن، المتابعة إقليمية، المنطقة العربية، يعني المنطقة العربية. طبعا الحضور الملعب يشيل 18,000 أو 19,000، انا متاكد انه راح يمتلئ عن بكره ابي. حتى الان نص التذاكر 60% بيعت. قالوا 60% بيعت. عندك جاليات عربيه، عندك المبتعثين،
عندك يعني فيها زي ما تقول تسويق غير مباشر للدوري السعودي. يعني انت الان تمشي في لندن تشوف تكاسي مكتوب عليها مباراة النصر والهلال السوبر. التسويق هناك الاعلامي، التسويق الاعلاني، الملعب اللي هو شغله اللد هذه، في تقرير بعد شوي عن لندن ان شاء الله. يعني انا اقول يعني مباراه ماليا راح تستفيد منها الانديه، اترك من اي اشياء ليش وما ليش ومش عارف ايش، يعني في النهايه هي مباراه ممكن تشاهدها بالتلفزيون. و لا بس يعني الجمهور السعودي اللي كان يحضر المباراه ويجلس من الساعه 2 الظهر عند الملعب، طيب ما كان يستحق انه يعني مباراه النصر والهلال الاخيره كم عدد الحضور؟ وهي في قمه في الدوري، النصر والهلال في الدوري في الرياض كم عدد الجمهور؟ انا ما اتكلمك من ناحيه ماديه، ابو لا لا حتى انا اتكلم من ناحيه معنويه لهالجمهور اللي يعني اللي لما يطلع رئيس نادي احنا علشان الجمهور وعشان الجمهور، لما جت الفلوس ما شفنا انه لما اخر مباراه نلعبها النصر والهلال هل تعدينا 30,000 عدد الحضور؟ تقريبا. بس هذه تفرق يا اخوي طارق، ناهيك ان المباراه ستقام في 12 اوغست في عز الحر. يعني بمعنى صح النادي خدم مصالحه. اي نعم، بعيدا عن مصالح الجماهير. الجماهير الجماهير هي هل بس هم اللي يحضرون في الملعب هم الجماهير؟ لا طبعا مش هذول هم، بس يعني هذا اللي يجيك من الساعه 2 يا لو تجيني تقول لي انا ريحته ما يجي في الحر وهالبهذله قاعد على التلفزيون يتفرج عليها. طيب. المباراه لم يحجب نخلها، صحيح ستنقل تلفزيونيا. والله الموضوع مغري ماديا للانديه ابو فارس، فطبيعي انه يعني التوجه هذا. احنا دائما نطلع وندندن فيها القنوات الاستثمار الرياضي والاستثمار الرياضي، تعرف انه هذه اول استثمار رياضي؟ كل ما نراه سابقا كل رعايات انديه، رعايات انديه. يشكر الشخص اللي صاحب الفكره، صاحب الفكره يشكر الموافقه، صاحب الفكره اللي هو بادر بايصال الفكره للجماعه يعني في الاتحاد السعودي، ومن خلالها انطلقت رفع الارقام. هي بدات بمليونين ريال ابو فارس، عرضت انه تقام المباراه ومليونين ريال، ارتفع السعر الى 10 مليون ثم وصل الى 18 مليون تقريبا. اي نعم. عبد الكريم تتكلم انت تقول تبغى استثمار، هذا استثمار. لا اتفق معك، هذه اول شيء استثمار ملموس نشوفه. احنا نتكلم الاستثمار ومش عارف ايش استثمار، احنا غير مجدي، كل اللي موجود رعايه انديه، ما في استثمار، ما في واحد تجرأ انه يجيب لك فلوس يحلب لك فلوس من فكره. شوف ابو فارس، هو توجه حقيقه جميل جدا، ترى مساله الفكره هذه انها تصدر حقيقه انها باقامه مثل هذه المباراه بين هالفريقين بالذات في 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 في, في لندن. انت عارف الناس غالبيتهم متعودين على الاجواء الدوري الانجليزي، فما بالك الان مباراه رسميه وكاس السوبر تقام في في, في الاجواء هناك. طبعا ما نتكلم عن اجواء المباراه ولكن الاجواء بشكل عام. انا 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 اجزم لك حقيقه لو الدول الخليجيه مثل قطر او الامارات كانت تضمن ان حضور جماهيري كبير هناك، ممكن بادرت قبلك بسنوات بالمبادره هذه، ولكن انت تملك قاعده جماهيريه كبيره، فريقين عملاقين، يعني تملك فريقين متابعين على نطاق الوطن العربي كله مش الخليجي فقط. فانا اضمن لك حقيقه انه راح يكون حدث كبير جدا. انا اهني حقيقه من بادر او فكر بهذا الموضوع، انه فكره جميله، وان ظهر بعض المعارضين حقيقه لهذه الفكره، وانا استغرب المعارضه لهذه الفكره، ربما فيه بعض المتعلقات وبعض السلبيات لا تغفل الجانب الايجابي حقيقة في هذه الفكرة، وعلى قولتهم بشاشتها حقيقة. لكن عندما انطلقت الفكرة عبد الكريم كانها سر من الأسرار، أنه ما حد تكلم، ما حد قال والله يا جماعة أنه هذه فيها دخل مادي، النادي راح يحصل على كذا بالمقابل في كذا. لا واضح ابو سلطان، واضح ان الموضوع تدرج، ترى الموضوع واضح انه كانت فكره، بعدين دخلت الامور الماديه، بعدين واضح الموضوع بدا يتسع حبه حبه في الموضوع. يعني حتى في الموضوع الناديين النصر والهلال، ولما كادت ان تلغى الفكره هذه، وطالب الناديين انفسهم انها لا حتى تقام. بعد اعلان الاتحاد السعودي عن اقامتها في لندن ما حد طلع وتكلم في هالمباراه. يا صالح صالح، يعني هذه المعلومات احنا انا متاكد انت وانا وعبد الكريم يعني من صالح. انت تستغرب من الاتحاد السعودي هالفعل؟ الاتحاد السعودي احنا نعاني، المشكله الرئيسيه في الاتحاد السعودي هي غياب الشفافيه، لا توجد شفافيه. اعطيك اخر مثال، اترك مباراه السوبر، مباراه يرفع الايقاف ولا ما يرفع الايقاف؟
هي هذه يعني هذه 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 مصيبه كبيره هذه مصيبه اللي بتناقشون في الموضوع مصيبه كبيره ترى ما في احد يتكلم فيها بس عشان ما ننتقل من الجزئيه لا بس انا ما استغرب ما نستغرب انت مو شيء جديد حتى استغرب عليهم راح نتواصل معكم الحديث لكن الجمهور الرياضي ايضا له راي في كاس السوبر في لندن نشاهد نقل كاس السوبر من 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 الرياض الى لندن انت تشوف انه يساعد في تسويق رياضتنا خارجيا ولا لا؟ لا والله ما اشوف انه يساعد ابد يعني ما نقله ما لها معنى تقريبا والله اشوف انه يساعد لان ما سووه هناك الا عندهم يعني تخطيط وعندهم اشياء بس ما ادري انا الافضل انه هنا عشان الحضور الجماهيري تسويقيا انت سويته خارج الدوله فانت سوقت خارج الدوله ولكن عادة تحكم انت وين وين تسويه في خارج دوله فيه يعني هل لندن في ايطاليا بألمانيا فانا كان ودي لو كان تسويقيا افضل لو انه بايطاليا طيب اكيد يعني شيء الخارجي بيشوفون ان شاء الله الغرب يعني بمكانه الرياضه في السعوديه شيء كبير ان شاء الله في نظرهم هذه خطوه ايجابيه لتعريف العالم بالكره السعوديه وبنجوم الكره السعوديه وانديتنا ومواهب الموجودة في الكرة السعودية يعني خاصة على مستوى أوروبا وعلى مستوى العالم يعني أول شيء نقطة تحول إيجابية في الكرة السعودية هذا الشيء الأول الشيء الثاني هذا راح يسوق اللاعبين عندنا لعيبة ما حصلوا على الوقت الكافي أو أنهم ينتشرون حول العالم أو أنهم يتنقلون بين أندية فهذه خطوة تسويقية جيدة للعب السعودية والله نقلها كويس أحسن منهم يلعبون هنا أحسن في السعودية ثانيا أفضل من مثلا النادي تسويق وزي كذا وللاعبين برضه أحسن أريح لهم والله أتوقع هي أول مرة تصير عندنا في الكرة السعودية وأتوقع أنها نقلة ممتازة بالنسبة أول شيء معرفة اللاعبين بالملاعب العالمية والتجربة الأولى لهم من ناحية الاحتراف تقريبا تعطي فرصة للاعب السعودي في الاحتراف خارجيا أكثر يعني أنا أشوفها نقطة ممتازة وأتمنى أنها تطبق في السنين القادمة أكيد أنها تكون خطوة إيجابية للدوري السعودي للعيبة السعوديين أنهم عندهم الفرصة أنهم يحترفون برا الدوريات الأجنبية والأوروبية يشوفون أفضلية اللعيبة السعوديين وممكن أنهم ياخذونهم يعني لانديتهم الاوروبيه ويصير عندهم خبره كافيه انهم يطورون الدوري السعودي الى دوري افضل و والله شوف اذا كان بيعود على الانديه بالنفع ممتاز اذا كان والله ما هو بعيد عليهم يبقى في السعوديه افضل اهلا بكم متابعينا الكرام نرحب بضيوفنا عبد الكريم الحمد وطارق بن طالب التقرير يعني يعكس راي الشارع الرياضي بكل تاكيد انا تفاجات بالراي بصراحه انه الجميع مؤيد ونفس النظر اللي كنا نتكلم فيها وكنت انتم تتكلمون فيها بالتحديد هي موجوده عبد الكريم يعني واضح انه يعني في تاثير كبير على حتى على الجمهور الرياضي في يعني توسع المدارك في هالجزئية هذه انه فعلا في استثمار في عمل في فائدة في حتى البلد اللي هي موجودة للجماهير بشكل مختلف مثل ما قلت لك ابو سلطان هي فكرة جديدة حقيقة في الموضوع هذا الجميل في الامر حقيقة الان بدا الاتحاد السعودي يطبق الاستثمار الان بدا يطبق حقيقة يعني هذه كتطبيق واقعي يعني الموضوع واضح انه دخل فيه الان نواحي ماديه كبيره وانا لا استبعد حقيقه ان هالبطوله راح تكون سنويا ربما في دول اوروبيه خصوصا بعد ما شاهدنا الوسط الرياضي حقيقه والجماهير مرحبه بهذا الموضوع حتى لو كان الانديه قبلهم الان كانت تطالب بس هسه تكون بين انديه جماهيريه النصر والهلال ولا الاتحاد يعني انا اجزم لك البطوله هذه بالذات طبعا ما يلعبون عنها الا فريقين مولعين الدوري او مولعين الدوري والموسم الكامل شفنا يعني بعض الانديه لعبت يعني انا هو ترى كلام ابو فارس حقيقي يعني فعلا اتمنى هالبطوله دائما تكون بين ناديين جماهيريين يعني الهلال والنصر الاهلي والاتحاد تخيل النصر دائما ضجه اعلاميه غير جماهيري ما راح يكون له مردود أبداً. صحيح احسنت وايضا نطاق العرب والخليج على متابعه المباراه جميل الفكره التسويقيه اللي موجود حاليا في لندن زي ما تفضلت ابو فارس في بعض الشوارع بعض التكاسي يعني يبدو انه الشركه المسوقه حسبتها يعني صح
فعلا يعني سواء من دخل الملعب الجماهيري ومن دخل الإعلانات ومن دخل خارج التسويق مثلا خارج الملعب يعني حاسبينها صح ما هم داخلين إلا متكين يعني المباراة ذات جدوى اقتصادية مرتبين استفاد منها الكل استفاد منها المنظم استفاد منها الوسيط استفاد منها اتحاد كرة القدم اتحاد مين خسران طبعا ما حد خسران ما حد خسران ما تقولها بس الأندية شوف الأطراف اللي المعنية في المباراة النصر الهلال اتحاد كرة القدم الوسيط وصاحب المسوق هذا استفادوا كلهم هذه يسموها وين وين ترى في نقطة نقطة مهمة أبو فارس ترى صدقني إذا نجحت هذه المباراة بكل مقاييسها ماديا وجماهيريا هذه المباراة بالذات كأس السوبر راح تكون محفز كبير جدا لجميع الأندية أنها تلعب في هذه المباراة بالذات إذا طبقت أيضا في سنوات قادمة إذا نجحت الفكرة طبعا فأنا أشوف أنها محفز كبير جدا حقيقة أنا أقول برضو غير التحفيز راح يكون تحفيز في طريقة التفكير أنك كيف تفكر خارج الصندوق بحيث أنك يعني وسعت مداركك في الموضوع هذا حديثنا بشكل موسع زملاء أيضا عدلنا تقرير آخر من لندن عن الهلال والنصر نشاهد النصر المباراة بوصفه بطلا للدوري السعودي للمحترفين بينما يلعب الهلال على اللقب بعد فوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخته الأخيرة ومن المقرر أن تقام المباراة في 12 من شهر آب على ملعب كوينز بارك رينجرز والذي يتسع لقرابة 20,000 متفرج وتتفاوت أسعار البطاقات بحسب الدرجات من البرونزي إلى البلاتينيوم وكانت صالة الرياضة وقعت العقد الرسمي مع نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي لاستئجار ملعب النادي لوفتس رود وجاء ذلك بصفتها القائمة بتسويق المنافسات الواقعة تحت مظلة اتحاد اللعبة كما أنها ستتولى عملية تنظيم المباراة وتم إطلاق الشعار الخاص باللقاء والمصمم من جانب ذات الشركة التي وقفت خلف شعار مسابقة دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج كما بدأ الحساب الخاص بالمباراة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالعمل رسمياً وذلك من أجل تسهيل عملية التواصل مع الجماهير واستقبال كافة الطلبات والاستفسارات على الحساب سعودي سوبر كوب أعتقد أنه لشرف كبير لنا بأن يكون كأس السوبر السعودية في ملعب لوفتس رود وهذا يعطينا فرصة لنتعرف أكثر على الكرة السعودية وكيفية أداء اللاعبين السعوديين والأندية السعودية أنا سعيد جدا لرؤية الأندية السعودية في إنجلترا هذا شيء جيد لمشجعي كرة القدم عامة أعتقد أنها فرصة ممتازة للعرب ليأتوا إلى ملعب لوفتس رود إنه في قلب لندن حيث تجري أهم مباراة كرة القدم وهي فرصة جيدة ليستفيدوا من تسهيلاتنا ومن خدماتنا وأعتقد أنها فرصة للأندية السعودية لإظهار مهاراتها وقدراتها بفارغ الصبر سينتظر عشاق الهلال والنصر مباراة كأس السوبر السعودي والتي ستقام هنا على ملعب كوينز بارك رينجرز في العاصمة لندن والتي تحظى باهتمام شعبي وإعلامي بالغين يوم 12 من هذا الشهر سيكون لقاء هام مفعم بالإثارة والبطولة للتلفزيون السعودي داني أرشيد لندن أهلا بكم من جديد أبو فارس الكبائن تم استئجارها بالكامل أي نعم يعني الكبين أنا ماني حافظ الأسعار عشان لا حد ينقد علي لكن أنا بأسعار جيدة بالنسبة للمسوق كلها انتهت في أول ما افتحوا اللي هي الغرف الخاصة طبعا الغرف الخاصة في الملعب نعم بس في معلومة غريبة ترى ذكرها أبو فارس اللي هي تعتبر آخر مباراة ربما بيهدمون الملعب عقبها هو والله بيطقطقون علينا بيقولون لعبوا السعوديين فيه هدوا صحيح المعلومة فارس والله سمعت المعلومة ذي بس أنا يعني يا رب ما تكون صحيحة الملعب قيد الهدم لأنه سيقام محله مبنى أو ملعب أكبر يلا نختمها حنا جميل طيب خلينا نتكلم عن المباراة نأخذ رأيكم الفني طبعا قبل من خلال الاستعدادات من خلال الصفقات عبد الكريم يعني خلينا نتكلم معك عن الهلال بالتحديد كيف تشوف الصفقات اللي عقدت تأثيرها على المستوى الهلال الفني اللاعبين الجاهزين الحاليين في هالمباراة شوف في الوسط الهلالي أو الوسط الجماهيري دائما أو يهمه في المرحلة هذه بالذات عودة الانضباطية في النادي
واضح من تواجد الآن الأمير نواف بن سعد واستلام سدة الرئاسة في النادي عودة الانضباط حقيقة والقرارات اللي اتخذها. دائما الهلاليين هذا هاجس عندهم هو الانضباط في الوسط في وسط اللاعبين حقيقة. هذا الهاجس الأكبر. أما من ناحية الصفقات ومن ناحية الأمور الفنية أعتقد في ثقة كاملة كبيرة حقيقة في الفريق أو في النادي في إدارة النادي أيضا. الوسط الهلالي مرتاح من ناحية هذه أعتقد. تعتبر مباراة تاريخية حقيقة مقبلين عليها الآن ويتمنون حقيقة أنهم كأولوية في المباراة. وأنا أعتقد المستوى الفني حقيقة حاليا في النادي الهلال هو اختتم الموسم برتم مرتفع وأعتقد أنه لا زال على نفس الرتم إن شاء الله. نعم طبعا ختام الموسم هلال ونصر وبداية هلال ونصر أيضا في أولوية لمن يحصل على الكأس. صحيح. نقول أول كأس كبير. خارج السعودي خارج السعودية يلعب يعني مباراة تاريخية بكل المقاييس حقيقة. نعم أبو فارس أيضا خلينا نتكلم معك عن النصر، كيف تشوف الصفقات اللي تمت خلال الأيام الماضية، يمكن أبرزها انتقال الكابتن نايف هزازي. يعني شوف يعني سبحان الله الفريق النصر، طبعا النصر يعني هو بطل أقوى بطولة وأكبر بطولة اللي هي بطولة الدوري لسنتين متتالية. عنده الاستقرار، عامل الاستقرار موجود، يعني التغيير راح يكون في نطاق ضيق. وسبحان الله الصفقات حقت النصر جت محل الإيقافات، أحمد عكاش محل حسين عبد الغني ونايف هزازي محل الراهب. النصر فريق مستقر عناصريا حتى تدريبيا، المدرب مستمر مع الفريق وهذه تحسب لفريق النصر. المباراة طبعا لا يمكن أنا أو غيري بيقول لك وش بيحصل في المباراة، يعني مهما تكلمت عن الفريقين لا يمكن توقع سيناريو المباراة، والدليل المباراة الأخيرة في آخر 17 ثانية انقلبت الأمور. النصر أكثر استقرار من الهلال. الهلال المباراة اللي أنهى فيها الموسم في تغيير عناصري كبير فيها. في ناس تقول لي أنا ما تتكلم عن نيفيز، نيفيز مؤثر جدا في الهلال. صحيح أن هناك صفقات لاعبين أجنبيين لكن احنا ما ندري. أنا دائما عندي نظرية اللاعب الأجنبي ما تقدر تحكم عليه إلا بعد مبارتين ثلاثة في الدوري السعودي. دائما شفنا أسماء كبيرة لم تكمل الدوري السعودي. فالمباراة زي ما تقول غامضة. النصر ما راح يلعب مع الهلال اللي لعب معاه في نهائي الكأس. نعم. في تغيير عناصري كبير. والهلال أيضا صحيح أنهم على ثقة في المدرب واللاعبين وكذا وكذا، لكن لا تقول أرض لين اللي نشوفهم في الملعب. ترى في جانب معنوي مهم أبو فارس، المباراة هذه جاءت بداية موسم، ترى أي هزة في المباراة هذه على الطرفين كلهم مجرد ينهزم في المباراة طبيعي جدا يؤثر فيه معنويا ترى. تأثير على حسب عاد قدرة الإدارة والناس المشرفين على الفريق، هل هي تجاوز المرحلة هذه أو لا الفريق الخاسر. طيب كيف تشوف النصر عبد الكريم صفقات النصر؟ واضح من النصر فيه استقرار مثل ما ذكر أبو فارس. النصر يحاول حقيقة للموسم الثالث أنه يحصد الدوري. فيه رضا جماهيري حقيقة على الفريق وعلى الإدارة بشكل عام. جالسين يعملون حقيقة في صفقات مميزة في شغل، يعني واضح في توجه وحرص كبير حقيقة أنه برضو يقدم مستويات متميزة في هذا الموسم. ربما الواقع حقيقة يعني صعب جدا أنك على طوال ثلاث مواسم أنك تقدم نفس المستوى ونفس على رتم واحد، طبيعي راح يكون في دروب، ولكن هذا يعود إلى إدارة النادي نفسه وإلى الجهاز الفني، هل هو يستطيع أيضا المواصلة الإنجازات السابقة أو أن الدروب يقع. جميل. ظهر أمر آخر يمكن اليوم نفي هذا الأمر، اللي هو موضوع إيقاف اللاعبين واللاعبين الموقفين أنهم يعني يكونون بشكل استثنائي في مباراة السوبر. كان لنا تعليق على هالجزئية هذه، احنا مو تعليقنا على القرار لأنه تم إيضاح القرار، لكن التأخير في إيضاح القرار وإيصاله للجمهور. أبو فارس أنا ذكرت لك، قلت لك غياب الشفافية هذه مشكلتنا مع اتحاد كرة القدم، غياب الشفافية غياب كامل، يعني الأخبار تتداول وتنتهي وتروح وتفسر مليون تفسير وبعدين نطلع بتبرير من اتحاد كرة القدم. أنا يعني أنصح اتحاد كرة القدم أن يكون شفاف مع الجمهور
والإعلام كفاكم حذرا، يعني انت ترمي فقاعات وتجر جس نبض الشارع الرياضي، وإذا جازت لك الردود الفعل أكدتها، وإذا ما جازت لك نفيتها. هذا لا يجوز. احنا في العصر الحديث الآن، في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، كل شيء أول بأول. احنا نتكلم ان الصحف الورقية بدأت تفقد جماهيريتها وشعبيتها عشان وسائل التواصل الاجتماعي. الخبر في دقيقة يطلع، ما يحتاج انك تتأخر اليوم وبكرة ومش عارف ايش. يعني في امور كثيرة تكلمنا عنها قبل شوي في المباراة وبداية المباراة وش صار بالمباراة، ايه ما ايه بتقام راح تقام بعدين ستقام، ايه البارح ايقاف اللاعبين ممكن نرفع اليوم، شاف ردة الفعل الغاضبة من الناس قالوا لا ما يجوز. يمكن اول مرة يتفق الاعلام النصراوي والهلالي والجمهور على انه لو حدث هذا الامر فهي كارثة. يعني هو تخبط. يعني انت تتكلم ان ما قاعد تتكلم مع جماهير واعية، مو مثل اول كانت تتكلم جماهير واعية تعي الحدث وتعي ما يحدث وتعلمت مما حدث ومما سيحدث. يعني مما سيحدث اتوقع ردود فعل اعنف. يعني اتفاق النصر الجماهير النصر والهلال اعلاما وجماهيرا انه والاستهزاء بقرار رفع العقوبة، يعني هذا شيء مخجل بالنسبة لهم لاتحاد كرة القدم. فانا اطالبهم باسمي وباسم الجماهير اللي نقول عليكم بالشفافية، احنا نطلب ما نطلب منكم تكونوا بدون اخطاء، اخطاء تحدث في كل عمل، لكن نطلب منكم الشفافية حتى يتم رضا عنكم. عبد الكريم، موضوع فيه جلسة نبض فعلا، يعني ينتظر الاتحاد جلسة النبض في الموضوع هذا وبعدين يتخذ فيه قرار. شوف ابو سلطان بالطريقه هذه، شوف ابو سلطان عشان بس ما يزعلون علينا الاتحاد السعودي، احنا اثنينا عليهم على هذه الطالبه، فكره بطوله السوبر واقامتها، نجي للخطا نقول لا نوقف عند الخطا. معناه يقال ان الفكره مش من الاتحاد السعودي، من خارج السعودي. على الاقل وافقوا عليها، على الاقل وافقوا عليها يعني، ونثني عليهم يشملهم الثناء يعني. ولكن من تصريحات المتحدث الرسمي، وانا احترمه جدا حقيقه، الاستاذ عدنان المعيبد، جدا واضح انه جس نبض. وش يقول لك في تصريحاته؟ يقول لك النظام الاساسي ترى ما فيه العقوبه تطبق خارجيا، محليا فقط. يقول يعني ترى ها يمكن نجتمع ونمشي الموضوع. فمثل ما قال ابو فارس، وجدوا حقيقه اصرار وشجب كبير حقيقه انه تستثنى هذه المباراه من عقوبات الانضباط. لا والف لا، كل الوسط الرياضي يقول لك لا والف لا، فرضت عقوبه طبقها، وإلا راح يكون عندك ثغرات وراح الناس تستند تقول أنتوا ذيك السنة استثنيت ولا الآن استثنوا أيضا. فأنا استغرب حقيقة هذا التوجه فعلا. جس نبض، أطلقوا فقاعات، جسوا النبض، شافوا الدعوة يعني. لا والله الناس وقفت وجههم حقيقة، وأنا أحيي الوسط الرياضي عندنا والجماهير بالذات، أصبح عندها وعي كبير جدا ومحاربة تماما لأي مخالفات أو مخالف للقانون. في عقوبة تطبق بدون أي استثناء. جميل. يعني مطالبة فعلا بسرعة اتخاذ أو الرد، يعني مستحيل يعني الرجال في الاتحاد السعودي أصحاب القرار أنهم مو عارفين إيش اللي صاير في التويتر أو غيره. هذا 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 نقص في التعاطي الإعلامي. أنت مؤسسة أو أنت جهة يعني تتابعك الناس في أي حرف تصرح فيه او تطلق بيان فيه، ولك احتكاكك بالجمهور. نعم. المفترض يكون الرد سريع. هذا المفترض. طيب. نعم. احنا ثلاث محاور ناقشنا معكم، استمتعنا في الحديث معكم في برامج الوسط الرياضي والحضور لكم معنا. شاكر للمقدرين هذا التواجد، الاعلامي الرياضي طارق بن طالب، شكرا لك. العفو، وانا شاكر لك انك جمعتني بالاستاذ عبد الكريم والاخ ماجد المهندي. طبعا نقول للناس لا تزعلون علينا، احنا نقاد، احنا يعني ما احنا سلبيين في ارائنا. احنا عندما نرى عمل جيد واثنين عليه مثل المباراة، إقامة المباراة، لكن في أشياء سلبية يجب أن يعني يجب أن الناس تتعود أن الناقد مهمته إيضاح الأخطاء. جميل. أيضاً الإعلامي الرياضي عبد الكريم الحمد، شكراً عبد الكريم. الله يعافيك أبو سلطان، تشرفت حقيقة بتواجدي معك وبتواجدي مع أبو فارس أستاذ طارق وبتواجدي مع الأستاذ ماجد، وشاكر لكم المقدم. شكرا لضيفنا من الكويت، كان معنا قبل قليل ماجد المهندي. متابعينا الكرام، الثلاثاء 11:10 هو موعدنا المعتاد، ساعة كاملة بإذن الله قضيناها معكم، كانت جميلة بتواجد الضيوف. شكرا لكم، إلى اللقاء.